لكافو. كافو ينطلق وكافو يرسل الكرة الأمام بالفعل، والكرة تبعد إلى ضربة ركنية من ركنيات في المباراة. واللاعب الذي غاب طويلا وعاد أخيرا هو سيرجينيو. جيد، يعني تطمئن على كل اللاعبين، تعطي فرصة للعائدين بعد. وأذكر حقيقة النجم الكبير فيصل الدخيل لما قلت له عن مباراة نجوم العالم ونجوم أوروبا في نيويورك، قلت له عن فالكاو، قال لي ساحر، قال لي أنا جالس برع قبل ما أدخل أستمتع بما كان يقدمه فالكاو. هنا ضربة حرة مباشرة ملعوبة بشكل جميل، ما يعلم الكل في دوري الأبطال انطلاقة موجودة الآن، والكرة خطيرة والفرصة أيضا تبعد من حارس المرمى دانيلي بالي. بالي اليوم لا يسأل عن أي هدف من الأهداف الثلاثة، بل إنه يحسب له على أنه تألق في إبعاد العديد من الفرص اللي كانت خطيرة بالفعل، واللي كان بالإمكان أن أيضا تضع هذا الموسم. كرة الأمام ملعوبة بالفعل، القادمين عاد يجب أن يعيدوا لميلان بالفعل، الكرة ملعوبة الآن، هنا محاولة